بكرة احنا محتاجين ان احنا نعالج كل الاخطاء اللي فاتت. ماشي. طيب الاخطاء اللي فاتت دي كان واحدة منها على سبيل المثال وجود حمدي فتحي في المرحلة بتاعت الاستحواذ كتير. حمدي في حاجة اسمها كده اللي هي فوتبول اكشن، اللي هي الاحداث الكروية، انت التمرير، استخلاص الكورة، صناعة الفرص، اساسيات. بالظبط. حمدي فتحي عمل 60% بس منها. يعني 40% خاطئة 60% صحيحة. ده ليه؟ لأنه بيبقى موجود في مكان هو مطالب فيه بصناعة اللعب، عمل أدوار هو غير قادر على تنفيذها بشكل جيد، زي مثلا وجود النني على حدود منطقة الجزاء والمطلوب أنه يحميها فمش قادر يعمل ده، فأنت محتاج أنك تعكس الأدوار. أو كل الناس عايزة مروان عطية، أو أنك تخلي حمدي فتحي يبعد عن الدور ده، تستنى على حمدي فتحي لحد ما يوصل داخل منطقه جزاء المنافسين واديله الكره الطوليه. الراجل حالي جدا في اللعب بالهيد. فيبقى زيزو على الجنب، حمدي فتحي ما يستلمش على حدود المنطقه، يستلم داخل منطقه الجزاء، النني ما يتسابش لوحده، او لو يبقى مروان عطيه هو الموجود مع امام عاشور للحمايه، عمر مرموش واحد من اللاعبين الجيدين بس في نقطه ثانيه وراه حمدي. محمد حمدي دقة العرضيات بتاعته 29%، دي عظيمة، بعيدة قوي، مرتين من 7 الكرة بتوصل، 1 من 6 الكرة بتوصل، علما بأن عندنا مصطفى محمد في منطقة الجزاء، يعني ما اقدرش ألومها ان هو بيرفع العرضية ومفيش حد كويس داخل المنطقة. فبالتالي غير بقى انه 4 أخطاء دفاعية في التغطية العكسية في الماتشين، فلا احنا في أمس الاحتياج ان ده يقل. طب هيحصل ايه بكرة؟ لو عملنا الحاجات دي احنا تمام جدا. ان شاء الله نقدر نكسب. شوف يا استاذ عمرو، انت لازم تحط معطيات منتخب مصر كده قدامك على الترابيزه. اي مدير فني بيحط معطيات فرقته قدامه على الترابيزه. احنا عندنا بكره 4 حاجات لازم نشتغل عليهم في النواحي الهجوميه. خلاص ما فيش صلاح. طيب اول حاجه الكرات اول حاجه اقوى سلاح عندك دلوقتي هو الراسيات بتاعه مصطفى محمد. عندك تاني واحد بيلعب براسه كويس جدا هو حمدي فتحي، والتالت لو الكروس معمول من الطرف اليمين لو بدأ بيه بكرة عمر مرموش، لأن عمر مرموش سبق لي أنه مع وادي دجلة لعب مهاجم وبيقرب من المنطقة دي مع أينتراخت فرانكفورت، لأنه أينتراخت فرانكفورت بيلعب ب3-5-1-1 وعمر مرموش دايما بيكون متواجد. فإذا أول سلاح عندك هو الكرات العرضية، واللعيبة اللي ذكرناها لازم يكون ليها دور. تاني نقطة عندك وهي الطرف الشمال، انطلاقاته سواء تريزيجيه اللي لعب او عمر مرموش اللي لعب، عندهم الانطلاقات في الطرف الشمال، عندهم استخدام المهاره لما بيدخلوا ال18 يقدر يجيب لك ضربه جزاء او حتى يقدر يفنش الكره مباشره. دي تاني حاجه لازم نشتغل عليها بكره. تالت حاجه لازم تشتغل عليها بكره التسديد. ما ينفعش يبقى عندك لعيب زي زيزو رجله ما شاء الله الله اكبر تقيل قوي، ومصطفى محمد وكمان الراجل الموهوب في التسديد، هو اللي حيلتنا في مصر كلها اصلا بيسدد من بره ال18. عارف ان هو مش على هواك بس ده مصر اللي بتلعب بكره. امام عاشور، يبقى لازم اشوف تسديدات زيزو، لازم اشوف تسديدات مصطفى محمد، لازم اشوف تسديدات امام عاشور وممكن حمدي، لكن الاميس في التسديدات قبل حمدي دول. ادي تالت حاجه لازم نشتغل عليها. رابع حاجه بقى لازم نشتغل عليها وهي حاجه بنعتبرها اضافيه لكن بقت مهمه جدا، لان كاستات وايز في الكوره النهارده بيقول لك 30 او 32% من اهداف كره القدم اصبحت بيتم تسجيلها من ضربات ثابته. فاذا انت ما ينفعش تخفل او تهمل الضربات الثابته. احنا الضربات الثابته ليه يا استاذ عمرو؟ انت عندك مثلا، انت عندك بكره لازم تشتغل على الضربات. ليه انت في أيوة مباراه بس مباراه يعني غانا انت سجلت عن طريق السنتر باكين والفار لغاها شعرايه لاحمد حجازي، فانت عندك حجازي مميز في ضربات الراس، عندك محمد عبد المنعم مميز في ضربات الراس، عندك حمدي فتحي مميز في ضربات الراس، عندك مصطفى محمد مميز في ضربات الراس. فاذا لازم تشتغل على الضربات الثابته. لو اشتغلت على النواحي الهجوميه دي لا الا ولو ديت يا جماعه كل واحد يقول لي لو الله. ما هو انا مش مغسل وضامن جنه، ما هو انت لازم تشتغل على ده التعليم الاجنبي بقى. ما هو انت لازم بتشتغل على الاربع اسلحه دي، اشتغلت عليهم لا احساسك ايه يعني هنصعد؟ احساسي باذن الله انا متفائل زيك، انا متوقع شايف ان بنفس سيناريو البطوله اللي فاتت يا زيزو سبحان الله. يعني حتى البطوله اللي فاتت اكرم توفيق لو تفتكر لعب مباراه نيجيريا وجاله رباط صليبي واشترك عمر كمال عبد الواحد، والمباراه المره دي في اول بطوله محمد هاني اللي اشترك وبعد كده بدا يكمل المشوار عمر كمال عبد الواحد. فشايف ان هي ان شاء الله، عارف المسرحيه اللي بتقولك هي اول طلعه صعبه وبعد كده هنفتح على الرابع باذن الله. مبسوط من التواصل بين اللاعبين في ارض الملعب، حتى زيادة عن اللزوم، تحس ان مفيش 2 لعيبة بيكلموا بعض او يتمرنوا مع بعض، لكن متفائل بكرة. ليه؟ لان احنا نهينا الماتش اللي فات ضغطين ضغط عالي، ضغطين ضغط شرس، وعارفين نعمله.
فيبقى على الاقل نحاول قدر الامكان ان احنا ننفذ ده بكره ونكسب الثنائيات. احنا الماتش الاولاني الرقم بتاع الثنائيات ان احنا نكسب التحامات مهزله، فالرقم فالمباراه الثانيه اتحسننا كتير الحمد لله، فاتمنى ان ده يحصل في المباراه الثالثه. مش شايف المنتخب رايح للقب لو لا قدر الله، يعني اللي انت، انت مش شايف رايحين للقب. احنا عشان كده انا نفسي انهم بكره يدونا انطباع مختلف شويه، مختلف على المستوى على الاقل. احنا تنظيميا كمنتخب لا مش كويسين. لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما صعدناش بكره، هيمشوا فيتوريا؟ قولا واحدا لازم يا استاذ عمرو، ما ينفعش انت تكون بتجيب مدير فني بياخد ما يقرب من 200,000 دولار. هو فيتوريا فعلا بياخد 200,000 دولار؟ ده اللي اتقال في وسائل الاعلام. انا ما في معلومه، ما يفرقليش الرقم، يعني مش من الانصار المدرسه دي في الكوره. هو انا بالنسبه لي عزيزو ما يفرقليش الرقم، لكن هيفرق للشعب المصري والتوقيت. اصله في دوشه النهارده معموله، لو اتغلبنا بكره فيتوريا يمشي ونجيب حسام حسن. لا ايا كان مين هو، دايما 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 الحته دي نجيب حسام حسن. هي استاذ عمرو على طول دايما هنجيب حسام حسن. لا قدر الله، مش عاوزين نسبق الاحداث، بس لو لا قدر الله الراجل خرج بكره من الدور الاول، ما هو انا بسال، انا برد على سؤالك بسؤال. هل انا جايب مدير فني اجنبي بديله بالعمله الصعبه في التوقيت ده وبديله 200,000 دولار علشان اخرج من الدور الاول؟ لا، يبقى كنت جبت. لا هم قالوا ان هم جايبينه عشان كاس العالم. مظبوط، عشان طيب. خطه مستقبليه. اكبر معدل اعمار موجود في المنتخب. احنا بنتكلم على مشكله كبيره قوي قوي بالنسبه لي، ان مفيش مدير فني لاتحاد الكوره، فمفيش مدربين بياخدوا شهادات، فما مفيش حاجه، السيستم نفسه مضروب مخوخ. فاحنا يعني فلو انت شايف ان هو لو بكره يمشوه لان هتبقى المساله صعبه جدا. انا دايما من انصار ان المدرب يقعد، بس المدرب يقعد وانا شايف الخطه شكلها عامل ازاي، او شايف حتى ملامح يا استاذ عمرو انه يعني مثلا على فكره فيتوريا اسم كبير. طبعا ما احنا عارفين، عشان كده ما انا بقول على فكره كتير من الاهلاويه بيقول لك ما انت لو كنت خدت حسين الشحات كانت حياتك بقت افضل. لا هي الفكره مش شوف، ما هي دي بقى هندخل لاهلي وزمالك وامور. لا مش اهلي وزمالك، لا حسين في احسن. طبعا حسين لعيب كوره. لا لا لا، حسين دلوقتي في احسن حالاته طبعا، يعني لو السيزون اللي فات كنت اقول لك، انما الفتره اللي فاتت دي ده حقيقي. حسين بس عمر اللي هو بتاع بيركو فايق فايق فايق، محدش قال لا. بس هو انت مثلا اقول لحضرتك على حاجه، معلش يا تامر اتفضل يا زيزو. هي كلمه لو بتريح بالظبط ليه؟ لان هي لا تختبر يعني. طبعا قول زي ما انت عايز. استاذ عمرو حسين بيلعب فين؟ مش في الطرف الشمال؟ طيب انت كلمه السر بتاعه المباراه اللي فاتت الطرف الشمال، تالق مرموش لما دخل مهاجم تاني جنب مصطفى محمد وانطلاقات تريزيجيه. وهو مرموش احسن من حسين الشحات؟ احنا ما كده بقى هنفتح بقى مكان مقارنه لا سؤال ما بين حسين بس. وما بين مرموش، ما بين حسين وما بين تريزيجيه، ما بين وما بين الامكانيات الفرديه والمواصفات بتاعت اللاعب عمر مرموش احسن طبعا. يا راجل ده انا زملكاوي اقول لك لا طبعا الشحات احسن من مرموش 100 مره. عنده كام سنه؟ مش هو بالسن؟ طبعا يعني عمر مرموش عنده هامش تطور قد ايه؟ لا انا بكلمك في البطوله دي، في البطوله دي عمر مرموش عامل شغل كويس قوي في الدوري الالماني في الفتره اللي فاتت. بس لما تقارنه بالشحات، شحات كان هيبقى افيد كتير. ما هي الشحات ده بقى خطر جدا، في نقطه مهمه، وفي اسوأ ظرف، في نقطه بيقع في الاريا وبيجيب بينالتي في اسوأ ظروفه. يعني في نقطه مهمه جدا يا عمرو بيه عايزين نوضحها للجمهور. هو الراجل المدير الفني بتاع المنتخب ده لما بيجي يختار القائمه بتاعته، هو ما بيشوفش مين اكتر لعيبه متالقه وبيضمها. لا ده يعني مثلا ادي لك مثال، مثلا يواخيم لوف في كاس العالم 2014 مش المانيا راحت كسبت كاس العالم. طيب ايه رايك ان يواخيم لوف راح اخد ماريو جوتسا وهو ما كانش اساسي اصلا في بايرن ميونخ؟ بس هو اخده ليه؟ هنا بس لازم نقف عند النقطه دي. هو اخده ليه؟ لان هو شايف ان الراجل ده هينفذ لي فكر معين انا هتبعه، وبالتالي هيقدر ينفذه، فانا اخدته. هي مش فكره ده متالق وده متالق فضمهم، لا كل الاماني. وانا شايف ان الاماني ممكنه، وشايف ان الاحلام ممكنه، وهي وصلت ان احنا يبقى عندنا حلم ان احنا نكسب الرأس الاخضر. هي وصلت ده في اليوم الاسود ان احنا يعني نكسب الرأس الاخضر، وصلنا للمرحله دي. انما انا عندي تفاؤل كبير جدا ان بكره ان شاء الله يبقى في حاجه كويسه. انا بشكر حضراتكم.